طيب بعد كده، بعد كده بيبقى ماتش داي اللي هو محدد جدا في مارش 6 السنة دي، كان مارش 6 2012. ده اللي هو بيتقال بتعرف فيه بالظبط انت ماتشد او يعني انت خدت بوزيشن ولا لا. بعد خلاص لو حصل الاكسبتنس في الريزنسي بتاخد فيه فترة اسمها pre residency orientation programs، ودي يعني several weeks ان هو بيعرفك ازاي بالسيستم الكندي في التعامل والكل regulations اللي انت هتعامل بيها مع العيانين والاداريات وكل الكلام ده. بعدها once انك انت بتبدأ الريزنسي في حاجة 12 weeks اللي هي بيسموها ال assessment verification period، ودي بتبقى علشان يعني بتبقى بتشتغل تحت الملاحظة، وطبعا بيبقى في تقييم ليك بعد 12 اسبوع اذا كان ينفع تكمل ولا لا، تكمل ولا بتبقى فترة اختبار يعني. دي once ان انت بقيت resident يعني، يعني في حد ذاتها هي مش حاجة وحشة، او ما هيش يعني وضعك ما بيبقاش زي وضع الريزيدنت اللي هو في مصر يعني. اولا ان السالري بتاعها معقول، مش هنقول ان هو احسن حاجه بالنسبه للفيزيشن يعني. انتوا الارقام اللي انتوا شايفينها دي بتاعت بي جي واي 1 اللي هي فيرست يير اوف ريزيدنسي 3 ده الافريج يعني. لكن طبعا بيبقى في يعني الرقم ده تضربه مثلا في يعني 3 ل 4، ده مرتب الافرج بتاع السالري بتاع الفيزيشن بعد ما يخلص الريزدنسي يبقى معاه الابورد سيرتيفايد. صحيح نصهم او 40% up to 40% منهم هيبقى تاكسس، بس هيبقى ستيل مبلغ يعني كويس. لكن حتى المبالغ اللي شايفينها ال 50,000 وال 63 لا يعني معقوله جدا انت تعيش بيها كويس في كندا يعني. وفي بقى دي كلها دي مميزات يعني، او ايه اللي بالظبط كل حاجه يعني انت قد ايه ممكن مسموح لك ان انت لو طبيبه البريجنسي ليف بتاعتها قد ايه، البارنتال ليف لو هي عندهم اطفال ممكن سواء راجل او ست يعني ممكن ياخد اللي هي ال 35 اسبوع دي، وطبعا دي بتختلف من مقاطعه للتانيه. لو مريض الانشورنس يعني الدنتال بلانز بتاعته، في حاجات كتيره كلها مميزات ليك كريزنت. طبعا ليك حاجات educational في annual vacation كام اسبوع وهكذا، كل حاجه محدده بالورقه وبالقلم قبل ما تبدا الريزنسي تبقى عارفها. ومفيش ما هياش يعني ايه على حسب مين راضي عنك او مين مش راضي عنك، ده حاجات يعني من رايتس مكفوله ليك في النظام اللي هناك. بعد كده خلاص احنا نرجع بقى لحاجه من البيزك ريكويرمنتس قلنا اللي هو الام سي سي اي الميديكال كونسل اوف كندا ايفالويتنج اكزام، ودوت يعني هو امتحان ما بيعملوش غير الاي ام جيز اللي هو اول امتحان. بعد كده لكن الكنديين بيعملوا الامتحانين اللي بعدهم اللي هو الام سي سي كيو كواليفاينج اكزام 1 وكواليفاينج اكزام بارت 2، فبيعملوه في السنوات الأخيرة آخر سنة اللي هي زي امتحان يعني التخرج بتاعهم قبل ما يتخرجوا، بيعملوا الامتحان ده عشان يبقى معاهم ال MCC أو اللي هي زي اللايسنس بتاعتهم يعني اللايسنس في الميديكال كونسل اوف كندا. شكل الامتحان يعني اللي جرب منكم أي امتحان أو عنده فكرة عن امتحان اليو اس ام ال اي أو الرويال كوليدج أو أي حاجة منهم يعني هي امتحانات متشابهة جدا. بيبقى الـ evaluating exam دوت 4 hour exam في 180 سؤال كلهم عبارة عن single best answer، ودي يعني ان في حاجات في انواع من الامتحانات ما فيهاش يعني بتختار يعني عايزك يبقى فيه سؤال وكمان تقول على كل حاجة صح او غلط، لكن في نوع اللي هو اللي اسمه single best answer اللي هو بتاخد منه احسن اجابة بس اللي هو النوع التقليدي اللي احنا عارفينه، وطبعا ده بيبقى computer based. ده بيعملوا الانترناشونال ميديكال جراديويتس ممكن يعملوه يعني اللي هو خريج اي سنه بقى خلاص دكتور في اي مرحله من عمره، او ان هو لسه طالب في اخر سنه من الكلينيكال يير يعني في سنه سته طب مثلا. في النص صعب يعني في فتره الامتياز في جاب كده، لكن هو المفروض يا اما في اخر سنه او انك انت تكون خلصت واخد الشهاده بتاعتك خلاص اتخرجت وخدت الهاوس اوفيسر يعني. الحاجات اللي المواضيع اللي بيتسأل فيها
الاسئله بتاعت الامتحان دوت هي كلها كلينيكال، يعني يفرق عن يو سي ام ال اي ستيب 1 ان هو ما هوش بيزك ساينس، لا ده كلينيكال اكزام، يعني ايفالويتنج اكزام دوت كلينيكال اكزام، اسئله كلها كلينيكال عن حالات، مش بيسالك عن حاجات بيزك ساينس. اوكي، فزي ما انتم شايفين بتبقى حاجات بيدياتريكس وحاجات اوبستريشن جاينيكولوجي، فيها فيها حاجات اللي هي المينتال هيلث والبوبيوليشن هيلث الايثكس، والايثكس دي بالذات احنا عندنا في مشكلتين هتواجه، يعني بيبقى التعليم الطبي المصري مش بيتعامل معاهم او ما هماش على اولوياته يعني، فبتبقى بوينت اوف ويكنس عند كل ايه المصريين البايو ايثكس. وتاني حاجه اللي هي الحاجات الاجزاء بتاعت السايكاتري والحاجات اللي هي المينتال هيلث ريجوليشنز، في حاجات الحاجات اللي ليها علاقه بالامراض اللي عندهم، يعني مثلا زي الاس تي ديز، في حاجات معينه في البيدياتريكس في الامراض الجلديه، يعني في حاجات زي كده دي بتبقى ايه مهمه في المجتمع بتاعه، وضروري الواحد وهو بيذاكر يبقى فاهم ايه المهم في المجتمع ده عشان يفهم يقدر يذاكر يفوكس على الحاجة اللي هي صح. يعني التكنيكال ديتيلز بتاعتها دي حاجات سهلة تقدر تلاقوها على الموقع بتاع الميديكال كونسل اوف كندا، يعني الموقع اللي اسمه mcc.ca. تمام، ده الموقع اللي فيه كل تفاصيل الامتحانات وازاي تبعت وازاي تقدم وكل حاجة. يعني عملية التقديم الامتحان نفسها يعني فيها بيبر وورك، لو انت مش متعود تقدم الامتحانات دي هتاخد منك شوية وقت انك او هتحس بنوع من البروكراسي شويه، ان انت بتقدم يعني في ورق كتير مطلوب او حاجات زي كده، بس وانس ان انت تاخد على نظام كل السيستم في كندا هتلاقيه ان هو عباره عن ريبليكتس، يعني من الورق، يعني انت خلاص تفهم فكره الورق بتاعهم ماشي ازاي. الفيرست ستيب انك انت بتعمل اول حاجه اونلاين ابلكيشن، وهو بيعمل حاجه اسمها سورس فيريفيكيشن، ان هو بيرجع يشوف يتاكد ان الشهاده اللي انت بعتها له دي حاجات صح مظبوطه، ما هياش يعني مش معموله كده وخلاص، لا بيرجع للبلد اللي انت بعت منها والجامعه يتاكد ان هي صح. حوالي ده سعر الامتحان الاولاني حوالي 1600 دولارز كنديان دولارز فور ذا فيرست تايم، بعد كده لو انت ابلكنت يعني ري ابليكنت لو دخلت امتحان مره ثانيه ما توفقتش في المره الاولانيه هتبقى اقل حاجه بسيطه، ممكن تدفعهم اونلاين بالفيزا او الماستر كارد، ودي حاجه كويسه جدا يعني كومبيرد الامتحانات مثلا الرويال كولج اللي هي بتطلب حاجه بنك درافت، يعني دي بالكريدت كارد تقدر تدفعها. وموجوده في كل موجوده دلوقتي في مصر فيها تو سنترز، ودي حاجه جديده ما كانتش زمان، بس دلوقتي موجود فيها تو سنترز ثلاث مرات في السنه زي ما انتم شايفين، يعني ان انت بتعمل السكيدجولينج بتاع الاكزام امتى عايز تمتحن، امتى في مايو ولا سبتمبر ولا نوفمبر، دي عن طريق اللي هو الويب سايت بتاع بروميتريك، يعني مش عن طريق ام سي سي، هما بيدوا لك اللينك وانت بتتابع بقى معاهم، ممكن تلغي لغايه يعني 5 days before the exam لو حصل ظروف، وتبقى محتفظ بالفلوس اللي انت دفعتها او يعني لا انا اسفه، هو انت ممكن تعمل ريسكيدول اب تو 30 دايز بيفور ذا اكزام فور فري، لكن ممكن بعد كده بيخصموا حاجه لو انت عملت يعني في خلال 30 يوم، يعني لو اقل من كده بتبقى اعتقد فيها يعني خصم او حاجه زي كده. في حاجه ظريفه هما بيقدموها اسمها سيلف ادمنستر اكزامينيشن، يعني انت الحقيقه انا انصح ان الناس تعملوه، لان هو يعني اذا كنت هتدفع المبلغ ده يبقى تدفع ال 64 دولار فور الاكزام دوت، هو اكزام شبيه بيحسسك بيدخلك في المود وبيديك سامبل عن نوعيه الاسئله اللي هي ممكن تيجي، وبيديك سكور في الاخر وبيقيمك بحيث تعرف نفسك انت ينفع، لو انت عديت فيه يبقى في امل ان انت لو لقيت نفسك لا بعيد قوي يبقى تقعد تذاكر تاني وتدي نفسك فرصه اكتر. السكورينج بتاع الكويستشنز بتاع الايفالويتنج يعني ما هياش مش كل سؤال عليه درجه محدده، لكن هو بيبقى على حسب difficulty based، يعني على حسب يعني الوزن بتاع السؤال، ويعني بالتالي more difficult questions هتبقى ليها higher value، لو حليت الاسئله الاصعب هتاخد درجات اكتر compared انك تحل الاسئله الاسهل صح. وبعدين بالتالي مفيش درجة نجاح واضحة، يعني هو بيبقى فيه
كده سكورز يعني على حسب الصعوبة وعلى حسب أدائك، فهي ليها طريقة كده مختلفة عن الطريقة التقليدية في حساب الدرجات. بس هو لو انت كتبت إجابة غلط مثلا، يعني اخترت اختيار غلط، ما هياش ما بتاخدش بالماينس، ما بتاخدش بالنيجاتيف، فبتاخد انت ايه، بالتالي ممكن تخمن يعني، حتى هي ام سي كيو، ففي الاخر في النهاية انت ضروري تخمن كل الأسئلة. يعني هو هنا زي ما هو قايل كده اهو في الويب سايت بتاعهم، ان انت الايفالويشن بتاعك هيعتمد على الباس سكور للاكزامينشن، مش بتاعه how will other individuals have performed on the examination. في امتحانات بتعتمد على ان انت زمايلك التانيين حلوا ايه في نفس الامتحان، او بقيه الناس حلت ايه في نفس الامتحان، زي امتحانات الرويال كولج، لكن هنا لا، هو بيعتمد على يعني الديفيكولتي بتاعت الاكزام ده نفسه، ما لهاش دعوه ببقيه الناس حلت فيها ايه. تمام. anyways يعني من الاخر هو السكورينج سيستم بتاعه معقول، ما هوش وحش، ونسبه النجاح فيه عاليه، ومش يعني من المصريين اللي انا اعرفهم والناس اللي دخلت الامتحان ده، نسبه النجاح في الايفالويتنج اكزام اللي هو اول خطوه ده بتبقى كويس compared مثلا للكواليفاينج. ممكن الكواليفاينج يبقى اصعب شويه. المذاكره طبعا عشان يعني نخلص الحته دي، كل الحاجات دي بتختلف الحقيقه. يعني في حاجه مشهوره قوي في الدنيا اسمها ترونتو نوتس. ترونتو نوتس دي عباره عن يعني حاجه جمعها طلبه من سنين، وكل سنه بيقعدوا ينزلوا نسخ جديده منها ويحسنوها احسن وكده. هي مجرد very very short notes، فتعتمد على انت طريقتك في المذاكره. الناس اللي هي بتحب ممكن مستعده او عندها القدره على حفظ اي معلومات من غير ما تعرف الباك جراوند بتاع المعلومه، وبس عايزه حاجات شورت وحاجات تجميعات، الترونتو نوتس هتبقى ممتازه بالنسبه لنا. وده لو دورتوا عليها على الانترنت هتلاقوها ممكن ناس تكون بتبيعها في مصر، موجوده في المكتبات وكده. لكن لو انت من النوع اللي هو عايز يفهم الموضوع جه منين، وعايز يقرا كميه كبيره عشان يقدر يقعد في مخه حاجه معلومه، يبقى مش هتنفع مع الترونتو نوتس، وممكن تبقى يعني مش لطيفة. بالإضافة إن هما الميديكال كونسل في كندا أصلا أعلن يعني كذا مرة، وفرانكلي على الويب سايت بتاعهم هتلاقي إن هو بيقول إحنا ملناش أي علاقة بالترونتو نوتس، ومش بنجيب منها، أو يعني مفيش أي علاقة. بس هي طبعا يعني سورس مشهور جدا للمذاكرة. أوكي. otherwise بتذاكر أنت بقى من الأسئلة، من الجايد لاينز اللي هما عاملينها نفسها، ودي هم أصلا عاملين حاجات جايد لاينز اللي تذاكر منها على الويب سايت بتاع الميديكال كونسل. الامتحان التاني اللي هو الكواليفاينج اكزام بارت 1 دوت 3 and half hours في يعني في الصبح، وبعد يعني 7 ساعات ونص in total، مقسوم على 2 sessions الامتحان. وهو الحقيقة ده موجود بس في كندا، فبالتالي ده المرحلة اللي انت محتاج تسافر فيها في كندا. وزي ما قلنا الكواليفاينج اكزامينيشن بارت 1 دلوقتي ما بقاش هو مطلوب ان انت تكون عملته. كان يعني جت فتره كان في مطلوب ان انت تعمله عشان تقدم في الريزيدنسي، بس دلوقتي لا. لكن هو يعني لو انت عامله هو حاجه كويسه في الابلكيشن بتاعتك على الكاربس، يعني كل حاجه بتعملها هتضاف للنقط السكورز اللي انت هتاخدها في الكارمز او في الايفالويشن بتاعك في وقت الريزنس. وهو سعره حوالي $900، وليه مرتين، وزي ما قلنا بيعتمد مني هو طبعا بيور كلينيكال، وبيعتمد على حاجات شورت انسر كويستشنز، مش بس ام سي كيوز. تمام. يعني قبل ما ادخل دي اخر شريحه، بس يعني مره تاني هقول ان الايفالويشن بتاعك في الكارمز، انت بيبقى عندك ابلكيشن مسموح لك تحط فيها كل حاجه، يعني ما كل حاجه انت عملتها في حياتك تحس ان هي يعني هترفع من قيمه الابلكيشن بتاعتك ممكن تحطها. اي نوع من انواع الاكسبيرينسز، لو انت عندك ريسيرش اكسبيرينسز، لو عندك بابليكيشنز، دي من الحاجات اللي بترفع جامد قوي السي في في فرصك في الابلكيشن. لو عندك awards بالذات لو حاجات scientific، يعني اي حاجه الحقيقه عملتها كويسه، لو social work و volunteer work، يعني كل حاجه everything counts. ماشي. فهو في الاخر بيقيمك، بياخد كل الباكج على بعضها، وما بيبصش قوي على السكورز بتاعه الامتحانات بتاعه evaluating
والكواليفاينج الا لو كان انت ما عندكش غيرهم يعني، وانت لسه خريج جديد ومعاك ومش معاك غير السكورز دي هيبص عليها، لكن لو انت معاك حاجات تانية عاملها مش هيبص قوي على السكورز، هيبص عليك ككل كشخص انت تنفع تبقى طبيب كندي ناجح ولا لا. لما recommendation letters بتاعتك بالذات زي ما قلنا لو فيهم recommendation letters from a North American source، يعني انت اشتغلت مع دكتور طبيب او professor او whatever كندي وكتب فيك reference letter كويس قوي، فبالتالي ده هيعزز قوي اي شهادة خدتها زي ما قلنا حكاية الماستر، الحاجات دي كلها بترفع الفاليو بتاعت الابليكيشن بتاعتك وبتزود فرصك ان انت تاخد السبوت اللي انت عايزها بقدر الامكان، او سبوت في جامعة كويسة يعني. دي كل دي اسامي الجامعات اللي هي توب يونيفرسيتيز في كندا، اللي انت ممكن تبدأ تحاول فيهم في عشان تقدر تدخل على الحاجات اللي احنا قلنا عليها المربعات دي. كل جامعة من دول ليها ويب سايت وتدخل بقى عليها على حسب القسم اللي انت عايز تدخل فيه او كده. ومن اكبر طبعا يعني هما اكبر جامعتين بالذات في الطب اللي هما ترونو وماجيل. دي الويب سايتس اللي هي مهمة بالنسبة لنا اللي فيها كل الريفرنسز للحاجات اللي اتكلمنا عليها. اول حاجة الميديكال كونسل اوف كندا mcc.ca، وفي سورس فيريفيكيشن اللي هو لما تقدم في الامتحان قلنا ان هو يجي يتأكد من الشهادة بتاعتك. ممكن دي تبدأ البروسيس دي على طول يعني بدري حتى قبل ما تقدم عشان هي بتاخد وقت شوية. residency قلنا الكارمز.ca، وده study source لل evaluating exams، يعني هما عاملين source free وبيجي منه فعلا كتير او بيجي شبهه بنسبة عالية جدا، فبالتالي في يعني انا نفسي مش بنصح بترونتو نوتس. ده ال qualifying exam part 1. يعني دي بقى ده سوري بارت 2، ده كلينيكال ستيشنز، ده كلينيكال اكزام ما هوش ريكوايرد، لكن انت زي ما قلنا لو عملته يبقى كويس، لو ما عملتوش ما هوش ريكوايرد في كشرط للريزيدنسي. وطبعا برضو موجود بس في كندا مرتين في السنه، يعني ده شبيه قوي بحاجات اللي يسمى اللي هي الكلينيكال اكزامز اللي هي ستيب 3. يعني الحقيقه انا عضوه في حركه اسمها حركه اصلاح الطب، ودي الصفحة الإعلامية بتاعت الحركة اسمها صفحة ليه الفساد في الطب، وأرجو إن انتوا يعني تاخدوا 5 دقايق تبصوا على الصفحة، تبصوا على حاجة اسمها وثيقة إصلاح الطب المصري. والحقيقة الجروب دي فيها أطباء من في مصر وطلاب وغير أطباء مصريين برا وفي الخارج، يعني أطباء اللي عم يشتغلوا برا. وانا شايفه يعني احنا ايه علاقه ده باصلاح الطب لما احنا بنشجعكم ان انتوا تسافروا بره وبنشرح لكم ازاي تروحوا كندا وازاي تروحوا امريكا وكده، لكن الحقيقه انا شايفه ان انت صعب جدا ان انت تدرك ان حجم الاصلاح المطلوب في مصر الا لما تشوف السيستمز التانية اللي في العالم ماشيه ازاي، تشوف المريض بيتعامل ازاي وتشوف الامتحانات شكلها ازاي، تشوف يعني ايه معنى العدالة في الامتحان، يعني ايه معنى ان انت بالرغم من الامتحان ممكن يبقى اصعب بس انت ثقتك في العدالة اللي فيه بتخليك يعني مستعد تعمل 10 امتحانات من الامتحانات الصعبة عن انك تعمل امتحان واحد غير عادل وبيعتمد على الاهواء. يعني الكونسلنج، البيشنت كونسلنج، كل يعني كل السيستم على بعضه في حاجات كتيرة تستحق ان الواحد يشوفها، واحنا محتاجين الخبره دي عشان لو احنا عايزين نصلح اي حاجه في مصر ضروري نشوف السيستمز اللي هي موجوده اوريدي وناجحه، ومش ودليل نجاحها ان احنا بنلجأ لها، مش بنلجأ لها لما احنا نفسنا بيحصل لنا مشكله بنلجأ وبنثق فيها جدا، بالاضافه ان كل الطب اللي احنا واخدينه منها اللي واخدينه في مصر واحنا واخدينه منها، يعني ما ندعيش ان احنا اخترعنا الطب ده. فبالتالي الحركة يعني دورها ان هي بتعمل كده، ان هي بتحاول تاخد كل مشكلة من المشاكل اللي عندنا في الطب المصري من اول التعليم لغاية الممارسة لغاية كل الديتيلز بتاعتها، وبتحاول تحط حلول عملية جدا، نقط واضحة وعملية
بيزد على الحاجات اللي هي مطبقة في كل حتة في العالم ناجحة. فيعني أتمنى إن أنتوا تلاقوا الوقت اللي أنتوا تقدروا تشوفوها وكمان تنضموا لينا إن شاء الله. شكرا جزيلا.